بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة مع بعض موضوع دمج المراسلات في برنامج وورد 2013. دمج المراسلات أو الميل ميرج من المواضيع المهمة جدا اللي لازم أكون عندي خلفية كويسة عنها، ممكن تساعدني في توفير وقت كبير جدا في الشغل بتاعي. أولا عايز أعرف يعني إيه دمج المراسلات. فكرة دمج المراسلات بكل بساطة إن بيكون عندي مستند، المستند ده كقالب جاهز موجود فيه بعض البيانات. البيانات ديت انا عايز اطبقها على عدد كبير جدا من الناس، فبالتالي بدل ما اقعد اكتب المستند ده مره واثنين وثلاثه وكل مره بغير بيانات محدده، انا ممكن اعمل قالب جاهز وادمجه مع قاعده بيانات فيها الايه المعلومات اللي انا عايزها. هبسط الموضوع شويه. هفترض معاكم ان انا دلوقتي عندي شكل شهاده في معهد كمبيوتر زي المعهد اللي احنا موجودين فيه ده. عايز اعمل ديزاين لشكل الشهاده، والشهاده دي المفروض انها بتقدم للطلبة طلبة المعهد. فانا عايز اعمل قالب جاهز للشهادة، وابدأ في كل مرة يجي لي طالب اركب بياناته على مين؟ الشهادة، من غير ما اعيد دي باجة الشهادة كل مرة من اول وجديد مرة ايه لوحدها. هنشوف الخطوات هنعملها ازاي. هنفتح مستند جديد خالص اهو. تعال نظبط، انا عايز شكل الشهادة، فهخلي البيج لي اوت بتاع الاورينتيشن بتاعي هخليه بالعرض لاندسكيب، تمام، واكتب شكل الشهاده، اقول له شهاده مثلا، هفترض ان يشهد. المعهد البريطاني الدولي اي بي اي للاسكندريه بان الطالب. هل اسم الطالب هنا يا جماعه ثابت من ضمن القالب بتاع الشهاده ولا متغير؟ متغير. هسيبه فاضي كده وادوس ايه انتر. طيب قد حصل على دوره. هل اسم الدوره اللي حصل عليها الطالب ثابته؟ متغيره. هسيبها برضو فاضيه وادوس انتر. خلال الفتره من بدايه ما اعرفهاش، هسيبها برضو فاضيه، الى نهايه برضو بايه ما اعرفهاش، هسيبها فاضيه كده. وكان تقديره، طبعا التقدير برضو متغير فهسيب مكانه ايه فاضي. بعد كده بدوس انتر واكتب بقى مدير المعهد اسمه والبيانات اللي انا ايه عايزها والخدمه. طب هبدا بس بسرعه كده اعمل تنسيق سريع للشكل ده. كنترول اي توسيط، كنترول دال يكبر الكلام شويه، هغير نوع الخط، الخط مناسب. انا بعمل شكل القالب بنسقه بالشكل اللي انا عايزه، هختار شكل مناسب مثلا الشكل ده كويس. هظل بقيه الكلام، هعمل له توسيط، هكبره شويه بكنترول ده زي ما احنا قلنا من شويه، هغير نوع الخط، خط برضو شكله مناسب لشكل الشهاده بتاعتي، هدور في الخطوط كلها. طبعا جميل اللي يكون عندي مجموعه خطوط كتير على الجهاز، الخط ده مناسب برضو، تمام. كلمة اي بي اي لوحدها ممكن اظللها واديها لون مختلف، اديها لون خط مختلف في اللغة الانجليزية. يعني ممكن ادي الخط الانجليزي تنسيق مختلف على الخط الايه العربي. هبدأ مثلا برضو وانا بشتغل اعمل انسرت مثلا لبيكتشر، صورة، صورة عادية كده لو انا عندي مجموعة صور تنفع في المناسبة ديت تناسب الشهادة. حط أي صورة، حط أي صورة دلوقتي. محتاجين صورة مناسبة شوية للموضوع، لو حتى لو مناقصة أي صورة. هاخد مثلا الصورة ديت، أي لوجو صغير، انسرت، بينزل كبير واصغره شويه، تمام. وابدا زي ما اتفقنا مع بعض نتعامل مع الصوره ازاي. نروح لتيكت راب، بنخليها ايه ان فرونت اوف تيكتس، ناخدها نحطها في المكان المناسب اللي انا عايز احطه فيها، تمام. ممكن ابعد شويه كده بالنص بتاعي، انزله تحت شويه. عايز انزل بالسطر ده بقف في اوله وادوس انتر فينزل معايا شويه، تمام. واظبط الكلام بتاعي كده، شكل الايه الشهاده بدات تظبط شويه. اصغر بس الخط هنا عشان يجي كله، انا عايزه كله في ايه صفحه واحده اهو، تمام. لسه كمان عايز كمان اظلله اكتر،
تمام، واصغر شويه بشويه كده لغايه ما يطلع معايا فين، وده عايزه كده هقف في اوله وابدا ايه، في حاجه اسمها المسافه البادئه اللي هي الايه الانكريز اندنت، هدوس عليها كذا مره عشان اجيب الايه الكلمه دي هنا كده شويه في الجانب، اه واقف هنا كده واعمل ديليت عشان الغي مين الصفحه اللي ايه اللي كانت زياده معايا. عايز اعمل اطار للمستند دوت برواز، هقف هنا وبعمل برواز منين او اطار منين، ممكن من كذا طريقه، من هوم برضو، ممكن منين من هنا، واقول له بوردرز اند شادنج بيج بوردر، واخد شكل اطار مناسب للمستند بتاعي شكل النجوم دي. كل ده انا بعمل ايه، تنسيق لمين يا جماعه؟ للشكل القالب بتاع الشهاده بتاعتي خلاص، واحفظه سيف باسم ايه على الكمبيوتر، وليكن مثلا على سطح المكتب على الديسك توب باسم شهاده، اسميها شهاده واحد سيف خلاص. عملت الايه القالب الرئيسي لمين؟ لشكل الشهاده اللي انا عايز اقدمها لكل الطلبه بتوعي. طيب انا عايز احط فيها ووتر مارك، علامه ما ايه؟ منين الووتر مارك؟ في 2013 من ديزاين، وفي 2010 من انسرت. اروح لووتر مارك واخد، اه ممكن اخدها انا جاهزه، ممكن اقول له كاستم ووتر مارك واكتب انا الايه الديباجه اللي انا عايز احطها، وحتى احط مكانها ايه صوره، عايز ورك اوف لاين مش عايز من النت، انا عايز اشتغل اوف لاين، هجيبها من على الجهاز بتاعي واروح اختار اي صوره مناسبه كايه كووتر مارك لمين للشهاده بتاعتي. هاخد مثلا شكل الايه الطائر دوت واقول له ايه اوكي، يبدا يظهر ايه العلامه المرئيه في خلفيه الايه الشهاده بتاعتي مثلا. هروح بعد كده المستند ده هحفظه خلاص انتهيت منه، وهفتح مستند جديد نيو عباره عن ايه؟ انا كان عندي كام بيان متغير في الجدول اللي فات؟ 5. هعمل جدول انسرت تيبل عدد الاعمده بتاعته بعدد البيانات المتغيره. انا كان عندي الاسم والدوره والبدايه والنهايه والتقدير، يبقى 5 5 بعدد بقى الطلبه، هفترض مثلا بدايه بس انا عندي 5 طلاب وازودهم بعد كده، اقول له اوكي. اول عمود مش هعمل اي تنسيق في الجدول ده، الاسم. تاني عمود هسميه الدوره. تالت عمود هسميه البدايه اللي هي بدايه الايه؟ الكورس. العمود الرابع هسميه النهايه، نهايه الكورس، ثم اخر واحد اللي هو الايه؟ التقدير. وهبدا احط بيانات الطلبه بتوعي هنا، هقول مثلا احمد خد كورس وورد وكان بدايته 1/1 لغايه 30/1 وكان تقديره ممتاز. بس محتاجين نكبر الجدول شويه عشان نشوف بس الدنيا. احس كده ان في هنا ايه؟ اهو تقدير. تاني طالب السيد مثلا خد كورس مثلا ويندوز وكان ويندوز طبعا اللغه انجلش، الت شيفت شمال، ممكن اخد كوبي من دي كده كوبي احطها هنا اهو بيست غير دي نخليها ويندوز، وكان البدايه مثلا من 1/2 الى مثلا 28/2 كان تقديره برضه ممتاز. محمد ده اسامي الطلبه انهم اللي انا عايز اعمل لهم شهادات مش كده؟ عملت جدول وبحط بيانات الايه؟ الطلبه دي في الشهاده بتاعتي برضه وورد، وكان البدايه من 1/3 الى 30/3 وكان تقديره برضه ممتاز. الطلبه بتوعنا كلها ممتازه مش كده؟ هنفترض ان عندنا طالب كمان اسمه مثلا خالد، خالد ما بيجيش اصلا الكورس فايه؟ غايب النهارده، هنديله تقديره ايه؟ نقول وورد برضو كنترول في، ونقول مثلا من 1/2 الى 28/2 وكان جيد. خلاص خلصت الجدول بتاعي، هحفظه باسم ايه؟ برضو في نفس المكان في الكمبيوتر على الديسك توب بسميه ايه؟ مصدر بيانات. مصدر ايه؟ بيانات. واقول له سيف في نفس المكان. اصبح عندي كم مستند كده؟ 2. الاولاني هو اصل الشهاده، والتاني هو البيانات اللي عايز اركبها على مين؟ على الشهاده. هرجع للمستند الاساسي
وابدأ أقف في أول مكان متغير مش كده، واروح لقائمة اسمها ميلينج، قائمة اسمها ايه؟ ميلينجز، وابدأ اقول له ستارت ميل ميرج، ابدأ اعمل لي دمج مراسلات، ادمج، اعمل لي ستارت ميل ميرج من نوع اللي اسمه ليترز، من نوع اللي اسمه ايه؟ ليترز. تمام، هو عارف كده انه هيعمل ميل ميرج، لكن هل عارف فين الملف اللي فيه مصدر البيانات؟ هروح رايح للخطوة التانية اللي جنبها على طول، select receptions، واقول له يسألني بقى هتعمل لستة جديدة type a new list ولا use an existing list، هتستخدم قائمة موجودة بالفعل. انا عندي الملف موجود لسه عامله، هقول له use an existing، بس مهم قوي الملف اللي هناك ده اقفله، انا خلاص عارف انه موجود اقفله، ما يبقاش مفتوح وانا بقى ايه بدمجه. ارجع تاني select receptions use an existing list، واقول له والله ده موجود فين؟ على الديسكتوب، واسمه ايه؟ مصدر بيانات، اوبن. خلاص، يبقى انا كده عملت خطوتين، عرفت ان انا عايز اعمل دمج، وقلت له الدمج موجود في القاعده اسمها موجوده في ملف اسمه مصدر بيانات، لكن هل عرفته ان اسم الطالب في الحته دي والدوره هنا؟ محتاج اقول له بقى كل عمود وكل حقل يتحط فين؟ فاقف هنا كده واروح لخطوه اسمها انسرت ميرج فيلد في نفس القائمه. انسرت ميرج فيلد معناها ادراج حقل الدمج، افتحه الاقي فيه كم اختيار؟ مش دي اسماء الجدول اللي هناك؟ انا عايز احط قدام الطالب مين؟ الاسم، هختار الاسم. قدام الدوره مسافه كده انسرت، هختار مين؟ الدوره. من، احط قصادها مين؟ البدايه. ومسافه بعد كده. الى، احط قصادها مين؟ النهايه، مش كده؟ وتقديره، احط قصادها ايه؟ التقدير. يبقى هو عارف مكان كل حقل مدمج هيتحط فين. خطوات تاني، عرفت ان انا هعمل ميل ميرج، ارشدته على مكان مصدر البيانات، وضعت كل حقل متغير في مكانه المناسب. الخطوه اللي بعد كده محتاج اعمل معاينه، فاقول له بريفيو. تعال نقرا الشهاده مع بعض. يشهد المعهد بان الطالب حصل على دوره خلال الفتره من الى، وكان تقديره ممتاز. مش ده أول طالب في الجدول؟ طيب، لو أنا قلت له التالي، اقرأ الشهادة. التالي محمد، التالي خالد، خلاص ده كان آخر واحد فعلا عندي مين؟ واحد يقول لي طب افرض في طلب أقول لك تاني، مفيش مشكلة، روح افتح الملف بتاع مين؟ مصدر البيانات تاني، هنفتحه وزود الطالب اللي أنت إيه؟ تقول له أوبن كده، أدي مصدر البيانات أهو، روح افتحه. تمام؟ هيجي معانا. نفتح مصدر بيانات، معلش اهو، ونقف في اخر ايه؟ صف، ونقول له تاب عشان يجيب لي صف جديد، واقول له محمود. محمود خد كورس مثلا، صف جديد تاب. لو انا عايز اجيب تاب صف جديد بتاب وانا واقف في نهايه الجدول، اقول له مثلا كورس مثلا ويندوز اهو، كوبي بيست، وادي له لفتره البدايه من 1/3 الى 30/3، وكان تقديره مثلا جيد جدا. مجرد ما دخل البيانات دي واحفظ الجدول ده وارجع للجدول الرئيسي ومشي كمان سجل، هلاقي مين؟ مش محتاج اعمل خطوات تاني. جيت تاني يوم بكره عايز اضيف بعض الطلبه هضيفهم. جميل، انا عايز مثلا واحد بس اللي هو رقم اربعه مثلا بس. جميل، في حاجه اسمها فايند. فايند دي بقول له فايند، وابدا اقول له يقول لي فايند وات، ممكن ادور بالاسم او ادور بالرقم، اقول له مثلا عايز رقم 3 في الايه؟ انا عايز بالاسم، عايز تدور بالاسم ولا بالدوره؟ بالاسم. بالاسم انا عايز مثلا احمد، اقول له فايند، يروح جايب لي مين؟ احمد، مش كده؟ طب عايز محمد، فايند، جايب لي مين؟ يعني انت الطالب تدور عليه تكتب اسمه، مش كده؟ او عايز تدور معلومه اي حاجه تانية، الدوره او البدايه او النهايه او التقدير، اكتب اللي انت عايزه. تمام؟ حاجه اهم، افرض انا عايز اطبع الشهادات دي كلها مره واحده، فبتروح لعمر اسمه فينش وتقول له برنت. لما تقول له برنت هيسالك عايز تطبع كل الشهادات ولا تطبع الشهاده اللي قدامك دي بس بتاعت محمد، ولا افرض انت عايز تطبع من رقم كذا لرقم كذا.
من 7 ل 13، تروح مديله الاختيار اللي انت عايز تقول له اوكي، يبدا يرسل الشهادات بتدور لمين؟ ان شاء الله يا رب 1000 شهاده، ويطبعهم لك في ثواني زي ما انت عايز. ما هو ده الامر بتاع الطباعه الخاص بالدمج اهو، فينش، واقول له ايه برنت، مش بروح اقول له فايل برنت المعتاد، بقول له ايه فينش برنت دوكيمنت، ده امر طباعه خاص بمين؟ بدمج المراسلات. وابدا اختار اللي انا عايز اطبعه، اول او كرنت او فروم، واقول له اوكي، يبدا هو فعلا ينفذ امر الايه الطباعه ويطبع الامر. يبقى تاني كده بسرعه ملخص اللي احنا قلناه، بعمل مستندين، مستند اساسي منسق، بترك اماكن البيانات المتغيره فاضي، بروح اعمل مستند جديد بسميه مصدر بيانات، بعمل فيه جدول بعدد البيانات المتغيره، واسمي كل عمود باسم البيان المتغير واملاه بالبيانات اللي انا عايزها. برجع للمستند الاساسي تاني، ومن قائمه ميلينجز بقول له ستارت ميل ميرج من نوع الليتر، بختار بعد كده سيلكت ريسبشنت واقول له يوز ان اكزيستنج ليست، واشاور على ملف مصدر البيانات، بقف في مكان اول بيان متغير واقول له انسرت ميرج فيلد، وابدا اجيب الحقول اللي انا عايزها بالتكرار بتاعها. بعد كده بعمل بريفيو ريزلت عشان اعاين البيانات، وتنقل بين السجلات من استخدام الاسهم دي، السجل التالي، السجل السابق، السجل الاول، السجل الاخير. ممكن اقول له فايند واكتب رقم او اسم محدد انا عايزه، في الاخر بقول له فينش واعمل برنت. كمان ده مش ممكن اعمل برنت وبس، ده انا ممكن ابعت الشهادات لمين؟ للايميلات. اقول له سند ايميل، اكون مسجل ايميل بتاع كل واحد من ضمن بيانات الجدول في الحقول، واقول له ابعت لي الايميل اللي انا ايه اللي انا عايزه. تمام، ده بيوفر عليا مجهود كتير جدا، ويوفر عليا وقت كبير جدا، واقدر من خلاله اعمل حاجه اسمها دمج المراسله. كده نكون شرحنا فكره دمج الايه المراسله.